أنا parmi les participants اللي شاركوا في برنامج مواطنون فاعلون تحت رعاية مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل بدعم من المركز الثقافي البريطاني. المشروع بتاعنا يتقسم على أربع مراحل. كانت المرحلة الأولى اللي هي سونداج، جمع بيانات، حاولنا ناخذ رأي الشباب بتاع المنطقة، شنو اللي ناقص، شنو اللي يستحقوا. لقينا اللي ناقصنا اللي هي فضاءات خضراء في وسط مدينة بنقردان. دونك جت الفكرة متاع ان جردة الشهداء اليوم حالتها معناها حالة معناها نجم نقوله كارثية. المشروع اطلقنا عليه اسم تنفس، باش نتنفسوا للدنيا، باش ننطلقوا من جردة الشهداء، وباش نوصلوا ان شاء الله نعمموا الوعي هذا والعقلية هذه متاع النظافة ومتاع انه المواطن يلزم يحافظ على المناطق الخضراء في بلاده. بالنسبة للمرحلة الأخيرة اللي تسبق يعني اللي تسبق قياس مدى فاعلية المشروع بتاعنا اللي هي يوم 28-29 و30 أفريل بحديقة الشهداء بساحة المغرب العربي بنقردان، باش نقوموا بتهيئة الساحة هذه وتحويلها من مساحة ترابية إلى حديقة بأتم معنى الكلمة، وتوثيق الحديقة هذه بلفتة رخامية ورفع علم تونس في الحديقة هذه وإنارتها. اخترنا لها كشعار بيكو بي جردتنا تبقى نقية. مانيش باش نوقفوا لهنا، باش نكملوا في النسق هذا، معناه باش نكملوا في نسق المشروع هذا، وان شاء الله نكونوا على قد المسؤولية، وان شاء الله نخدموا خدمتنا على أكمل وجه.